قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بأنه سيتم طباعة نحو أو تم بالفعل طباعة نحو 500 مليون جنيه في صورة بنك نوت، وده سوف يتم طرحها للتداول بتوقيع المحافظ الحالي طارق عامر. ده هيتم طرحه أول يوم رمضان اللي جاي لأنه في احتياج للأسواق من الجنيه الورقي. أضاف أيضا في تصريحات صحفية بأنه لم يتم وقف تداول الجنيه الورقي خلال السنوات الماضية، ولكن لم يتم طباعة بنك نوت منه جديد خلال الفترة الماضية. أكد بأنه الجنيه الورقي بتوقيع الدكتور فاروق العقدة والدكتور محمود أبو العيون المحافظين السابقين، وهي أيضا متداولة حاليا. سوف يتم طرح الجنيه الورقي الجديد بتوقيع المحافظ الحالي طارق عامر وطرحه للتداول يوم الأول من رمضان. يعني مش هيبقى عندنا بس الجنيه اللي هو عامل زي الفضة اللي هو على مدار السنوات الماضية احنا كنا بنتداول، هيرجع تاني الجنيه الورق عادي جدا بتوقيع المحافظ الجديد محافظ البنك المركزي طارق عامر.